الله على نبيه الكريم. صاحب الفخامة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أيها السادة والسيدات، يطيب لي بداية أن أهنئ فخامة الرئيس عبد المجيد تبون على استضافة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة للدورة الحالية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وعلى ما لمسته من جيد التحضير ومحكم التنظيم، شاكرا له ما لقيناه ووفدنا المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الجزائرية الأصيلة. ويسعدني في ذات الوقت أن أتقدم إلى فخامته وإلى الحكومة والشعب الجزائريين بأصدق التهاني بمناسبة الذكرى 68 لاندلاع ثورة التحرير الوطنية الجزائرية. رموز له هذه الثورة المجيدة من معان وتضحيات عظيمة. وأود كذلك أن أتوجه بالشكر الجزيل لصاحب الفخامة السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة على جهوده القيمة في سبيل النهوض بالعمل العربي المشترك طيلة رئاسة الجمهورية التونسية لقمة العربية. والشكر موصول كذلك للأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعلى رأسها معالي الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط على ما تبذله من جهد مشكور لترقية العمل العربي الجماعي وتطوير آلياته وتفعيل مؤسساته. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، أيها السادة والسيدات، تنعقد قمتنا اليوم في ظرف دولي استثنائي تتزاحم فيه أزمات أمنية وجيوسياسية واقتصادية وبينية جسيمة. فالعالم اليوم يواجه على نحو متزامن الخطر البيئي المتنامي بالطراد والانتشار المتعاظم للتطرف والعنف والإرهاب والانعكاسات الكارثية لجائحة كوفيد 19، وكذلك ما نشأ عن الحرب في أوكرانيا من تدهور خطير في الوضع الأمني الدولي ومن أزمة غذائية وتضخم متصاعد. وعلاوة على ما تنذر به هذه الأزمات من ركود اقتصادي شامل، فإنها تهدد كيانات العديد من الدول وتوسع بؤر التوتر والنزاعات المسلحة وتضعف قدرة المنظومات الاقتصادية والاجتماعية على الصمود، وهو ما يغذي بدوره في حلقة مفرغة هدامة عوامل زعزعة الأمن والاستقرار. ومعلوم بداهة أن قدرة دولنا العربية على الصمود في وجه هذه الأزمات وكذلك على التكيف الناجع والفعال مع ما يلوح في الأفق من تغيرات جيوستراتيجية عميقة رهين بنجاحنا في ترقية العمل العربي الجماعي. ولذا يتعين علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى مضاعفة الجهود لتكثيف التنسيق والتعاون والتكامل فيما بيننا، وهو ما يتطلب منا ابتداء العمل الجاد على تحقيق الأمن والسلام في كامل فضائنا العربي، وعلى تقوية عرى الأخوة والصداقة والتعاضد بيننا عملا بشعار قمتنا هذه. ومن جهة أخرى
يعد تنظيم الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الأسبوع المقبل بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وترشح دولة الإمارات المتحدة الشقيقة لاستضافة الدورة 28 العام القادم، مؤشراً إيجابياً على أن مواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية أصبحت في صلب اهتمامات منطقتنا العربية، ونتطلع إلى أن تلعب دولنا أدواراً إيجابية في إنجاح هذين الحدثين الهامين والاستفادة منهما بشكل كبير. ولا يفوتني في هذا المقام أن أؤكد دعمنا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض، ونحن على ثقة أن هذه الاستضافة ستساهم في التعريف بالمقدرات العربية المتنوعة، وتفتح آفاقاً أوسع لشراكات جديدة ومثمرة بين منطقتنا العربية ودول العالم في شتى المجالات. كما أن استضافة دولة قطر الشقيقة لنسخة 2022 من كأس العالم يشكل من جهة أخرى نموذجاً لتعزيز الحضور العربي الفاعل في المحافل والأحداث العالمية الكبرى. ويحدون الأمل في أن تتكلل الجهود الجبارة التي بذلتها دولة قطر الشقيقة في هذا المجال بالنجاح التام. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي، أيها السادة والسيدات، تمر قضيتنا المركزية، قضية فلسطين المحتلة، بظرف جد صعيب بفعل إصرار الاحتلال على التوسع في الاستيطان وتغيير وضع القدس وتجاهل مبادرة السلام العربية وكل القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. وإننا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية لنجدد تمسكنا الثابت بضرورة إيجاد حل دائم سريع وعادل يضمن حق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية. ونحن نستبشر خيراً بما تم توقيعه مؤخراً من اتفاق مصالحة بين الفصائل الفلسطينية برعاية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. النزاعات المسلحة في اليمن وسوريا وليبيا على نحو يضمن لهذه البلدان وحدة وسلامة أراضيها وحق شعوبها في التمتع بالاستقرار والأمن والنماء. فبدون الأمن والاستقرار في كامل الفضاء العربي لن نصل بالعمل العربي المشترك إلى المستوى الذي تتطلع إليه شعوبنا وتمليه الإكراهات الماثلة والتحديات المستقبلية. وتأسيسا على هذا، فإن من المتعين علينا تكثيف التنسيق في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة سائر نزاعات بث الفرقة والتعصب الطائفي وكل ما من شأنه أن يطال السكينة والاستقرار على عموم ربوع وطننا العربي. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي، أيها السادة والسيدات، إن بلداننا العربية لا غنى لها عن تفعيل عملها الاقتصادي المشترك وتأمين الانسجام بين هياكلها الاقتصادية لتتمكن من الاستغلال الأمثل ضمن منطقة حرة مشتركة لما تزخر به من موارد طبيعية متنوعة ومصادر بشرية حيوية. وإيمانا منا بضرورة قيام هذا الفضاء الاقتصادي المشترك وانسجاما مع ما أنجزناه في إطار تنفيذ سياساتنا التنموية الكبرى من تحسين لمناخ الأعمال
ودعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهنا أعني نحن في موريتانيا، فإنني أؤكد لكم انفتاحنا على سائر أشكال التعاون والتبادل البيني، ورغبتنا الصادقة في الإسهام في كل ما من شأنه تسريع الاندماج الاقتصادي العربي. ومن هذا المنطلق تنبع الأهمية القصوى لتفعيل السوق العربية المشتركة وتعزيز التكامل والتبادل بين والاجتماعية التي ستحتضنها بلادنا العام المقبل فرصة لتعميق البحث في أولويات التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين دولنا والخروج بإجراءات عملية في هذا الصدد. وفي الختام أرجو لأعمال قمتنا هذه كل النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Est-ce que comprends? Donc, madame, aujourd'hui, fait pour le bon, le fumune correct, le bar, mungi à côté. Est-ce que comprends? Donc, nous nous dire le pour nous bon alco, nous nous dire le pour aussi bar alco. Mais là, nous m'envoie nous action music action, kufaja bar rengé mona. Jerejep, le fond de éducation, éducation formation. Voilà. Ah, mon amsalo. Mamadou Ali, peut-être. Nga jukki ak ñun li nga xam ni moonu fi taxa toog ndax bu ñuy rappeler ndortel ñu fekkewul woon lañuy rattraper pour ñu xam mooy lan exactement fi ñu toog nii mais tey yéen ngi ci benn bis bu passé ci festival bi am nga ay ressenti loo xam ni bëgg nga ko bala muy jeex wala lu ubbeeku ci réew mi mu bàyyeeko ci yow lan lay doon Comme on a toujours l'habitude de le dire, ou l'UNIDEF, vous n'êtes pas sans savoir que la langue est l'élément premier de l'identité culturelle. Culturelle, d'accord. Voilà. Tantôt, je parlais de l'acceptation parce que moi, mon plus grand souhait de ce pays, c'est que les gens s'acceptent d'abord. S'acceptent d'abord. Voilà. Acceptent la différence. Exactement. C'est une tolérance. En tant que culture, comme musique,